في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، انطلقت اليوم اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين، اجتماعات تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء على أي عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين مصر والسعودية، وتتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. بداية نرحب بضيفينا في المساء. معي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان الشهري، ومن القاهرة مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق للشؤون العربية السفير هاني خلف. أهلا بكما معنا في سكاي نيوز عربية، وأبدأ مع الدكتور حمدان. دكتور حمدان، كيف قرأت حجم وعدد هذه مذكرات التفاهم وأيضا الاتفاقيات، قرابة 24، والذي يصب أغلبها في الجانب الاقتصادي؟ نعم، أولا بداية أحييك أخ ماجد، وأحيي ضيفك الكريم، وأحيي مشاهدي قناة سكاي نيوز العربية. الحديث طبعا عن العلاقات السعودية المصرية هو يعتبر حديث عن العلاقات المحورية العربية. تعرف المملكة بما لها من ثقل ديني، بما لها من ثقل سياسي واقتصادي بين دول المنطقة، كذلك الحديث عن دولة مثل مصر الشقيقة، دولة عربية بوابة العرب لأفريقيا، دولة رائدة في صنع السياسة العربية، والعديد من الأمور التي نستطيع الحديث فيها بكامل البرنامج عن مصر وعن المملكة العربية السعودية. إلا أنه كما تعلم في ظل هذه الظروف الموجودة الآن الحالية الاقتصادية والسياسية والأمنية الموجودة في الدول العربية، على الرغم من خوف الشارع العربي والشعوب العربية، إلا أنه عزاءها عندما ترى هناك قوة ما بين وتلاحم ما بين الشعوب وما بين الدول في قياداتها، مثلا المملكة العربية السعودية والخليج ودولة مصر العربية، باتفاقهما يشعر المواطن العربي بأنه سيكون في أمان وسيستطيع التغلب على مثل هذه الظروف التي تواجه المنطقة. طبعا تعرف بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، تعرف علاقاتنا بالسعودية المصرية تعود إلى تاريخ، عندما قال الملك عبد العزيز رحمة الله عليه: لا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر. هذا من جهة، من جهة أخرى يذكر التاريخ تلك الصورة العظيمة عندما زار أو عندما كان متطوعا الملك سلمان، هو وأخوانه الملك فهد رحمة الله عليه والأمير تركي الذي أرسلهم والده الملك عبد العزيز ليكونوا ينضموا إلى القوات المصرية ضد العدوان الثلاثي. إذن نتحدث عن بعد عربي، عن إخوان، عن أشقاء. فيذهب الملك اليوم برؤية سياسية وبرؤية اقتصادية لدعم ومساعدة مصر، لأنه استقرار مصر ونمائها وازدهارها سيعود علينا هذا النفع أكيد، وسنكون نحن وإياهم في نفس الـ 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 يعني القارب إن صح التعبير، لنقوم بمساعدة دولنا العربية وإنقاذها من كل هذه المخاطر التي تحدو بها. وهذه تعتبر رسالة للخارج، لمن يعني كان يريد أن يكون أو يدق سفين الفرقة ما بين الدول العربية، أو أراد أن يكون هناك خلافات. على الرغم من الاختلافات، نقول اختلافات، تعرف العلاقات العربية والعلاقات المصرية السعودية نعم، مرت عليها جميع الفصول الأربعة، إلا أنه لا تزداد إلا قوة، ودائما تتجاوز مثل هذه الاختلافات وتكون هي السائد فيها القوة والمتانة وصحيتها. نعم جيد. السفير هاني خلاف، كيف يستقبل الجانب المصري هذه الاتفاقيات من ناحية إيجاد حلول لمشاكل الاقتصاد المصري؟ هو الشعب المصري مرحب ترحيبا كبيرا بزيارة جلالة الملك في حد ذاتها، ويعلق كثيرا من الآمال على أن يفرغ الملك والرئيس وقتهما الثمين لقضايا استراتيجية تخص موقع البلدين في مواجهة وفي مقابلة أطراف إقليمية وأطراف دولية أصبحت تعيث فسادا في منطقتنا العربية. ويمكن يكون هو ده التركيز والمنتظر لدى الشعب المصري، لدى المثقفين منه والدارسين للعلاقات، لعمق العلاقات ونوعية العلاقات. أما المتطلعين للسعودية كطرف ممول أو طرف داعم للاقتصاد المصري، فبيأملوا كثيرا أيضا في هذه الزيارة،
باعتبارها فاتحة خير قد تأتي بمشروعات استثمارية جديدة، مشروعات مشتركة يشارك فيها المصريون إخوانهم السعوديين في أراضي مصرية، في مناطق جديدة في سيناء أو في شرم الشيخ أو البحر الأحمر أو غيره. هناك مجالات كثيرة تفتح النفس، يمكن الحديث عنها في المشروعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن لرجال الأعمال السعوديين وللرجال الأعمال المصريين وللعمالة المصرية أن تشارك بها وتعطي أملا كبيرا في يعني انتعاش اقتصادية للطرفين. ولكن أنا يهمني بالأساس أن يلتقي الزعيمان على رؤية متقاربة متفاهمة ومتفهمة لاحتياجات البلدين لتطوير المعالجة بتاعتهم وبتاعت المجموعة العربية في إجمالها للشأن اليمني والشأن السوري والشأن الليبي، وربما لكيفية معالجة العلاقة مع الطرف التركي والطرف الإيراني والطرف الإسرائيلي وربما بعض الأطراف الأفريقية الأخرى. أنا آمل كثيرا في أن يخرج الزعيمان برؤية مشتركة فيها قدر كبير من التفهم والتفاهم على طريقة التعامل في المستقبل مع بعض الحلول الممكنة أو الطروحات المقترحة سواء من جانب السعودية أو تصورات مصرية تقدم. أنا النهاردة ببحث عن عما قدمته مصر من تصورات يمكن أن تفيد الطرف السعودي في معالجته للشأن اليمني. تبين لي أن احنا تقدمنا بأشياء استجبنا بها لمطالب الإخوة السعوديين فقط، ولكن ما كانش عندنا تصور مبادر من جانبنا لكيفية معالجة الأزمة اليمنية أو أزمة الشرعية في اليمن. فقد يكون هذه الزيارة فرصة لطرح بعض التصورات المصرية. وهكذا أيضا لم نستمع إلى تصور سعودي خالص، مش خليجي عام، سعودي خالص لكيفية حلحلة الموقف في ليبيا ومساندة الشعب الليبي على تجاوز أزمته. إنما إحنا الاثنين استمعنا لأصوات بعض فيما يتعلق بسوريا وفيما يتعلق بالعراق، وأظن إن إحنا لدينا مواقف مشتركة ومتطابقة تماما تجاه القضية الفلسطينية وكيفية نصرة الشعب الفلسطيني. جيد دكتور حمدان، هناك مشاريع مخصصة في هذه الاتفاقيات ومذكرات تفاهم خصصت تقريبا يعني بشكل كبير، كما خصص قرض خاص بمليار ونصف المليار لتطوير وإنشاء مراكز بحوث وطاقة وكهرباء وغيرها في سيناء من الجانب السعودي، لماذا برأيك؟ نعم، هذا شمل اتفاق ما بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للاستثمار، وذلك بما يقارب كما ذكرتم مليار ونصف لأن يكون ينشئ هناك في شبه جزيرة سيناء تجمعات سكنية زراعية ومدارس، بل حتى تدشين جامع للملك سلمان في جنوب سيناء. طبعا تعرف سيناء اليوم تعاني، سيناء في يظهر فيها الإرهاب، سيناء قد تكون لن نقول مهمشة ولكن قد يكون الخدمات لم تصلها بذلك الشكل الذي يعني كان يراد له، لأنه تعرف انشغال الدولة المصرية وكبرها قد يعني لا يلقي بظلاله، تحتاج إلى من يساعدها فأن يمد مثل هذه المعونات. فالمملكة العربية السعودية ومدها العون لإخوانها في مصر تساهم في الاستقرار وتساهم بتوصيل جميع الخدمات إلى جميع كافة يعني الشعب المصري حتى في سيناء، حتى نجنب سيناء. تعرف سيناء تعاني من ظهور داعش، تعاني من الإرهاب، تعاني، لذلك لابد من تصل الخدمات ومحاربة فعلا الإرهاب. لا يأتي فقط باستخدام القوة والقبضة الأمنية، إنما يأتي بطرق منها اقتصادية وإعلامية وغيرها من الطرق. فلذلك لعل بهذه استخدام الطريقة الاقتصادية أيضا ومساعدة أهل سيناء على تعدي هذه المصاعب سيساعدهم في مواجهة خطر الإرهاب. طبعا فقط إذا سمحت لي أعود في يعني إلى ما ذكره مساعد وزير الخارجية
نعم هو ذكر تحدث عن الشأن السياسي في مجالات عديدة. نعم أنا أتفق معه أنه اليوم المملكة العربية السعودية ومصر تحتاج إلى التباحث والحديث صراحة، لأنه كما ذكرنا في البداية المملكة العربية السعودية والخليج ومصر من جهة أخرى مهمان وهم ركيزتان أساسيتان لحفظ الأمن العربي واستقراره، وباتفاقهما سيكون كل البلدان العربية في أمان بإذن الله. لذلك الحديث والنظرة والبحث أين مكمن الخطر من الأهمية بمكان. طبعا نعرف أن مصر لما لها من عراقة وهي تعتبر مهندس صناعة القرار العربي، لا يعني يجحد ذلك إلا من كان يعني أو ينكر ذلك إلا من كان جاحد، إلا أنه أيضا هناك خطر تهددتنا مثلا خروج الحوثي على اليمن والتغول الإيراني ومثل هذه الأمور. أعتقد أن للملك سلمان وفخامة الرئيس السيسي سيكون نقاش حول هذه الأمور وتقريب وجهة النظر وشرحها بشكل أكبر، لأنه في الواقع داعش حتى وإن ظهر في مصر إلا أنه من أسباب ظهور داعش التغول الإيراني، لأنه عندما يكون هناك ميليشيات مثلا مدعومة إيرانيا وهي تعتبر إرهابية مثلها مثل الميليشيات السنية، بظهورهم وظهور هذا التغول الإيراني وغياب في الواقع العمل العربي المشترك لمواجهة وملء هذا الفراغ هو ما سمح لداعش وغيرها بالخروج. لكن عندما يكون هناك عملا عربيا مشتركا يواجه مثلا كما هو الآن الحال الخليجي ومدعوما عربيا في مصر، نعم، قطع الطريق على أن تظهر داعش أو تظهر مثلا بعض الميليشيات برأسها لتطل على تقول أنها هي تنوب يعني مكانة الدول العربية في مواجهة هذه الأخطار. نعم. جيد سفير هاني خلاف، يدور الحديث عن إيجاد حلول لمشاكل الاستثمارية السعودية في مصر، ذلك كان أمر معقد خلال السنوات الماضية كما تعرف على أراضي وشركات وأمور مختلفة. كيف ستحل هذه المشكلة وما هي انعكاساتها على الأوساط طبعا التجارية والاستثمارية في البلدين؟ اسمح لي أولا أحيي تحليل أخونا الدكتور حمدان من الرياض، وأشكره على اهتمامه بتنويع مداخل الحديث عن كيفية محاربة الظاهرة الإرهابية، أنها ليست فقط بالقوة ولا بالأعمال الأمنية المجردة، وإنما فيها أبعاد ثقافية واقتصادية وإعلامية وتنويرية، وهذا من المهم جدا أن احنا نتفق عليه. في نفس الوقت إجابة على سؤال حضرتك المتخصص في الشأن الاستثماري والاقتصادي، أعتقد أن مجلس رجال الأعمال المشترك بين مصر والسعودية مجلس متميز جدا، سواء من ناحية نوعية رجاله والأعضاء العاملين فيه والقائمين عليه، أو اختصاصاته وقدراته على الوصول إلى صناعة القرار، أيضا التأثير في صناعة القرار. أظن أن أي نوع من المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مرحلة سابقة أو عمالة مصرية في الأراضي السعودية في مرحلة لاحقة أو غيره تستطيع أن يحلها مجلس رجال الأعمال المصري السعودي المشترك. اللجنة المصرية السعودية المشتركة معنية بإيجاد القوانين والنظم الورقية والتنظيمات الهيكلية المؤدية إلى زيادة حجم التجارة، تنظيم الضرائب، الإعفاءات الضريبية وغيره، أو الجمارك أو غيره. ولكن مجلس رجال الأعمال يهمه متابعة العمل الميداني الفعلي في الاقتصاد وكيفية تسوية المشكلات، سواء كانت مشكلات خاصة بالسياسة الضريبية المصرية أو بتحديد معايير تخصيص الأراضي للمستثمر الأجنبي أو المستثمر العربي، أو مشاركة الأجنبي أو الشريك العربي في الأرباح ونقل الأرباح وحقوق التحكم في الأرباح وهكذا ونقلها إلى الخارج. هذه المسائل مجلس رجال الأعمال المشترك بين القاهرة والرياض يستطيع، أو بين السعودية ومصر، يستطيع أن يقدم روشتة ومؤثرة جدا على صانع قرار رؤساء الحكومات والوزراء والتنفيذيين والمشرعين أيضا، ويمكن إيجاد استجابة، يعني العمل على إيجاد استجابة سريعة من المشرعين في البلدين لكل ما ينتهي إليه رجال الأعمال من مسائل معقولة طبعا وتكون ذات مردود إيجابي على الطرفين. جيد دكتور حمدان، رغم هبوط أسعار النفط وتأثر يعني الدول في ميزانياتها بسبب ذلك، لأن
هناك إصرار من الجانب السعودي لدعم مصر والاقتصاد المصري، لماذا برأيك؟ نعم، ذكرنا سابقا ونحن نعيد ذلك بأن مصر تعتبر، هي لن نقول هي بلد آخر، بل هي تعتبر امتداد البلدان العربية والخليجية. فعندما يعني نقدم ما نقدمه لمصر، كان نقدم لإحدى مديننا بالداخل أو إحدى يعني محافظاتنا ومهما كان يعني، فهي مصر تعتبر مهمة بالنسبة لنا، واستقرارها ودعمها لابد منه أيضا. من هذه كما ذكرتم يعني من هذه الاتفاقيات سيكون هناك اتفاقية توقيع الازدواج الضريبي، وهو من الأهمية بمكان سيساعد على الاستثمار ويمكن لرجال الأعمال من الاستثمار في المملكة والعكس في مصر. أعتقد المرحلة القادمة ستكون هي مرحلة نوعية جديدة تمكن، لأنه يكون هناك تأسيس مفهوم جديد للتكامل ما بين تكامل يعني ينحو منحو اقتصادي سياسي وغيره في من المجالات العربية. لماذا؟ لأنه تعرف العالم الآن وحتى المشاكل التي تمر علينا يجعلنا أن يعني لابد من التكامل العربي في جميع المجالات، لابد أن نلتفت. نحن سنصوغ سياساتنا، لن نسمح لغيرنا بعد اليوم بأن يأتي للمنطقة ويفرض علينا، سواء كان إقليميا أو حتى عالميا أو حتى هذه الميليشيات الإرهابية التي تخرج. فالتكامل ما بيننا ومد يد العون حتى في ظروف كما ذكرت عزيزي اقتصادية صعبة، إلا أنه لا يمنعنا من أن نقدم أيدي المعونة لبعض حتى في ظل هذه الظروف. نعم جيد. السفير هاني خلاف، هناك تركيز على مشاريع الطاقة بين البلدين، كمسألة الربط الكهربائي بين البلدين وأيضا مسألة الطاقة النووية السلمية. كيف يمكن النظر لهذا التركيز على مسائل الطاقة؟ هي طبعا الطاقة هي مفتاح الصناعات الحديثة ومفتاح الاقتصاد في كثير من الأحوال وفي كثير من الدول، وبالتالي المشروعات التي اختار السعوديون الاستثمار فيها وتقدم المصريون بطلبات محددة في شأنها كانت واضح تماما أنها بتلقى تقابل وإرادة مشتركة من الطرفين، سواء كانت مشروعات لتوليد الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وفي نفس الوقت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية النهاردة أصبحت مهمة جدا أن احنا نحط لها الضوابط والمعايير. الاقتصاد المصري بيقوم على تحريك يعني حركة الطاقة، عنصر الطاقة بطريقة كبيرة، لا يحضرني حاليا نسبة التأثير اللي يمثله عنصر الطاقة في الاقتصاد المصري بصفة عامة، ولكن يهمنا جميعا ان احنا نكون على نفس النوعية ونفس المستوى من المعرفة الفنية بكل المستحدثات الجديدة في عالم الطاقة، سواء من جانبنا المصري او من جانب السعودي. إذا كنا بنفكر في إنشاء مفاعلات جديدة أو محطات جديدة لتوليد الكهرباء في شرم الشيخ، في مناطق في جنوب سيناء، أو في مناطق في الدلتا، لابد أن احنا نراعي الظروف البيئية والمعايير العالمية الموضوعة في ذلك، وقد يكون هناك احتياج في مرحلة من المراحل أن احنا نجيب طرف ثالث معانا يقوم يعني بمراجعة هذه المعايير الفنية الخاصة بالمشروعات الجديدة. أنا مش متخصص قوي في مشروعات الطاقة، ولكني أزعم أنها تمثل أحد العناصر الرئيسية في التعاون الثنائي الاقتصادي المصري السعودي، إلى جانب طبعا النقل البحري والنقل الجوي، وإلى جانب الصناعات، المشروعات الصناعية. أشكرك، كان معي من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية السفير هاني خلاف، ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حمدان الشهري. شكرا لكم.